بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك الحق المبين، أوصى بحق اليتيم وذكره في كتابه الكريم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، وهو القائل: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ضمن لكافل اليتامى جنة النعيم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن والاه. أما بعد، سعادة الشيخ خلفان المزروعي الرئيس العام لمجلس إدارة جمعية دار البر، أعضاء مجلس الإدارة الكرام جمعية دار البر، حفظكم الله تعالى. حبكم في القلب مكنون وأياديكم بأعمال البر ظاهرة، وأسأل الله أن يجزيكم بالبر برا، أن ييسر لكم أمرا، وأن يشرح لكم صدرا، وأن يرفع لكم وبكم ذكرا، وأن يلهمنا وإياكم إحسانا وشكرا. فضيلة الشيخ ياسين بن خالد الأسطل الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين، أصحاب الفضيلة والسعادة، الشيخ الفاضل إمهنا بن نعيم نجم مندوب المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين في محافظات القدس والضفة بدولة فلسطين، أهلاً وسهلاً بك. الأستاذ الفاضل أحمد برجس مندوب الأيتام، مندوب رئيس شؤون الأيتام بمحافظة رام الله، أهلاً وسهلاً بك. ضيوفنا الأكارم، كل باسمه ولقبه، أيها الأخوات، أيها الأبناء والبنات، النوابغ والنابغات، أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكاً وريحانا، وتحمل في طياتها حباً ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا مرحباً يا مرحباً يا مرحباً بنسيم هب من تلك الربا، حفلنا قد زاده تشريفكم ألقاً ففاق الكوكبا. حي الله هذه الأنفس الطيبة، فرؤيتها تزيد الأفراح، ونسماتها تداوي الجراح، وعبيرها بالمسك فواح، تنثره الرياح على القمم في الليل وفي الصباح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين السعداء، نعم سأشدو وفيض الحب يسعفني. أهلاً وسهلاً لمن للحفل قد حضروا، فأهلاً وسهلاً بكم في حفلكم هذا المساء، الحفل الأول لتكريم الأيتام النوابغ تحت رعاية أهل البر والعطاء، جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة، رفع الله شأنها بالخير والإحسان، فقد جاءت لتكرم نوابغ الأيتام لما لهم من حق واجب وحب لازم، فهنيئاً لكم أيها المحسنون، فثوابكم عظيم. بسم الله نفتتح حفلنا بخير ما يفتتح، آيات من الذكر الحكيم والطالب النابغ حسام أكرم محمد فروانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق
الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جمعنا الكريم، قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يشرفنا الآن أن نستمع لكلمة رعاة هذا الحفل أهل الخير والعطاء بجمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع سعادة الشيخ محمد بن أحمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع المشاريع الخيرية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الحضور، لا شك أن الإسلام اهتم باليتيم وعظم الأجر لمن قام بكفالته وحذر من قهر اليتيم والإساءة إليه، وقال تعالى في كتابه العزيز: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم منزلة كافل اليتيم بقوله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى كهاتين في الجنة. طبعا أنا يسعدني أن أتواجد معكم ونيابة عن أخواني رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية دار البر بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يسرني أن أتواجد معكم بالصوت والصورة، رغم أن القلب كان مشتاق أن أكون معكم شخصيا وفي هذا البلد المبارك، وفي هذه الاحتفالية إن شاء الله عز وجل تكون احتفالية مباركة لأبنائنا الأيتام، وأيضا تكريم أمهات الأيتام التي أدن دور كبير. ولا شك أن يعني التاريخ تكلم كثيرا عن دور الأمهات وتربية الأيتام وماذا صنعن الأمهات الماضيات التي هن قدوة لكنا من أبنائهم كرجال لهم تأثير في التاريخ الإسلامي، وكم كانوا رجالا عظماء، وكم كانوا فقهاء، وكم كانوا، والتاريخ يعني حلي بأن يحكي عن هذا. طبعا أنا صراحة مثل ما ذكرت نيابة عن أعضاء ورئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، نوجه لكم كل الشكر والتقدير على ما تقومون به من أعمال
وتنفيذ مشاريع جمعية دار البر في فلسطين الشقيقة. وطبعا احنا دورنا في جمعية دار البر في دبي ان ندعمكم، وهذا واجب علينا. وانا اتمنى يعني ان كان لنا حضور في حفلكم هذا، اتمنى من ابناء الايتام ان دائما يكونوا عند حسن ظن كفلائهم في دولة الامارات، واتمنى من اخواتي امهات الايتام ايضا الاعتناء بابنائهم كما ذكرنا، حتى يكونوا مؤثرين وايجابيين في مجتمعهم أينما كانوا. كما طبعا أرسل عبارات الشكر والتقدير لإخواني رئيس وأعضاء وموظفي المجلس العلمي للدعوة السلفية على جهودهم المشكورة في الإشراف على الأيتام وإيصال ما يمكن أن يعينهم على الحياة والتميز. وطبعا في النهاية أسأل الله أن يوفق أبنائنا وبناتنا المحتفى بهم في هذا اليوم في مسيرتهم نحو التميز والتفوق، كما أسأل الله أن يعين أخواتنا الفاضلات أمهات الأيتام في هذه المهمة العظيمة. طبعا وكل الكلمات تعجز صراحة عن وصف ما أشعر به وأنتم الآن تشاهدون هذه الكلمات التي تخرج صراحة من قلوبنا في دولة الإمارات إلى قلوبكم في فلسطين الشقيقة. وطبعا نحن في جمعية دار البر نعدكم ألا نقصر في أي شيء يخدم أبناءنا وأسرهم، راجينا منكم الدعاء لأسرة دار البر بالخير، دمتم وفي دروب تميز سائرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الشيخ الفاضل على هذه الكلمات الهادفات أثابه رب الأرض والسموات، ونترككم الآن مع هذا العرض المرئي لأعمال جمعية دار البر بدولة فلسطين. جمعية دار البر دولة الإمارات العربية المتحدة، نبع الخير والعطاء في مجال العمل الخيري والإنساني على المستوى العربي والإسلامي والدولي، فهي دائما سباقة في مديد العون في أي بقعة من بقاع العالم بغض النظر عن البعد الجغرافي أو اختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير العميق في العالم كله. هذا العمل العظيم لدولة الإمارات ليس جديدا عليها، فهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وقد استمر وتطور في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ومن منطلق الحرص على مد جسور التواصل مع كافة الشعوب وتحقيقا لرغبة المغفور له الشيخ زايد حين قال: إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبان الله بها عز وجل يجب أن يعم أصدقاؤنا وأشقاءنا. كان لإمارة النماء والعطاء إمارة دبي وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، أدام الله ملكهم صلاحا وإصلاحا وبرا وتقوى، فكانت جمعية دار البر. جمعية دار البر أنشئت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود بعض التجار والأعيان في دبي عام 1400 هجرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر جمعية دار البر وهي تستكمل أكثر من 30 عاما من العطاء من أوائل الجمعيات الخيرية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المضمار الخيري والإنساني برئاسة سعادة الشيخ خلفان خليفة المزروعي وفقه الله. مشاريع جمعية دار البر بفلسطين: أولا كفالة الأيتام. اعتنت جمعية دار البر بكفالة اليتيم وأولته اهتماما خاصا لما له من شأن عظيم في الحياة الدنيا والآخرة، لقل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى، إذ بلغ عدد الأيتام المكفولين منها حتى الآن 2457 يتيما في فلسطين تعنى بشؤونهم التعليمية والتربوية والصحية. ثانيا الأسر المنتجة. في إطار اهتمامها الحثيث بالأسر الفقيرة والمتعففة، تقوم على مدار العام بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأسر المنتجة في فلسطين، حيث أن هذه المشاريع يتم تنفيذها بطرق مختلفة ومتنوعة في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية، وتعمل على الحد من الفقر المدقع الذي يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني. هذا المشروع شمل صغار المزارعين والدكان الخيري ومولدات كهربائية وتوزيع خزانات المياه ومساعدات نقدية وعينية
وكسوة أسر معوزة وتوزيع حليب الأطفال وسلال غذائية. ثالثا إفطار الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقوم جمعية دار البر بتنفيذ مشروع إفطار الصائم في محافظات فلسطين عامة وفي باحات المسجد الأقصى المبارك خاصة طيلة أيام شهر رمضان المبارك بهدف إحياء هذه الشعيرة الطيبة. رابعا زكاة الفطر. تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوم جمعية دار البر بتنفيذ مشروع زكاة الفطر في فلسطين، وهو أحد المشاريع الموسمية المتعلقة بالصوم والصائمين في شهر رمضان المبارك. خامسا كساء العيد. تسعى دائما جمعية دار البر ومن خلال المشاريع الموسمية تنفيذ مشروع كساء العيد لرفع بعض المعاناة عن كاهل الأسر ومد يد العون والمساعدة لهم، حيث يتم تسليم ما يقارب 250 أسرة مبالغ مالية كل حسب حالتها الاجتماعية وعدد أفرادها، ليتسنى لهم شراء كسوة العيد حتى تكتمل البسمة والفرحة على وجوه الأطفال والعائلات. سادسا الأضاحي. إحدى المشاريع الموسمية التي تقوم عليها جمعية دار البر في كل عام على أرض فلسطين لإحياء شعيرة الأضحية، حيث تذبح الأضاحي ويتم توزيع لحومها في معظم محافظات دولة فلسطين في القدس والضفة وغزة على العديد من الأسر لإدخال الفرحة والبسمة على وجوههم وبث روح التكافل والتراحم بين المسلمين، مما يترك آثارا طيبة في نفوسهم. سابعا صندوق الزكاة. ضمن سلسلة مشاريع جمعية دار البر المختلفة التي تنفذها مشروع صندوق الزكاة، حيث شمل عدد من البرامج من أهمها برنامج المساعدات الشهرية والطارئة وتمكين العون الاجتماعي والرعاية السكانية وتيسير الزواج وبرنامج إعانة طالب العلم وبرنامج الغارمين التي أثقلتهم الديون ولا يستطيعون سدادها، بالإضافة إلى إعانة المريض الفقير. ثامنا بناء وعمارة المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. منذ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أول ما بدأ به بناء المسجد النبوي الذي حوى بين جوانبه روضة من رياض الجنة، فكان هذا المسجد أول وقف في الإسلام، فلذلك اهتمت جمعية دار البر في بناء المساجد وخاصة في فلسطين، فكان لها تنفيذ العديد من المشاريع ومنها في محافظة رفح وخان يونس وفي محافظة الوسطى، كما تم استكمال بناء مسجد الريان في محافظة نابلس، بالإضافة إلى مشروع فرش مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه ببيت حانون. تاسعا الحقيبة المدرسية. تسعى جمعية دار البر على تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية كل عام ضمن المشاريع الموسمية التي اعتادت عليها، حيث وزعت الحقائب المدرسية شامل القرطاسية على آلاف الطلاب في محافظات القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة. ويهدف مشروع الحقيبة المدرسية إلى مساعدة الطلبة الفقراء والمحتاجين من أجل رفع مستواهم العلمي والتخفيف من العبء المادي على ذويهم. عاشرا عمرة البر. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حج أو حجة معي، رواه البخاري ومسلم. حرصا من القائمين في جمعية دار البر على عمل الخير طاعة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. تقوم جمعية دار البر ضمن مشاريعها الخيرية بتنفيذ مشروع عمرة البر الرمضانية. الحادي عشر تيسير الحج. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن فريضة الحج هي فريضة عظيمة ويطلع إلى أدائها كل مسلم، إذ يعتبر هذا المشروع إضافة نوعية لمشاريع الخير والعطاء التي لا تنضب لهذه المؤسسة العامرة، حيث بدأت جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مشروع تيسير الحج لعام 1433 هجري عام 2012 في فلسطين لغير القادرين، شاملة مصاريف السفر والحج والهدي والإقامة والنقل حتى يرجع الحاج إلى بلده. الثاني عشر الإغاثة العاجلة. صدقات تابع صندوق الزكاة. يدعم هذا المشروع شريحة كبيرة من العائلات لتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية والمهمة، ليشمل هذا المشروع الفقراء والمحتاجين من الأسر المتعففة، حيث تم توزيع المساعدات النقدية على 1500 أسرة. وتضمن هذا المشروع برنامجا للرعاية الصحية خاصا برياض الأطفال، تم فيه إجراء فحص طبي شامل لما يزيد على 2000 طفل، كما تم فيه إجراء العمليات وتقديم العلاج المناسب للحالات التي تستلزم العناية والمتابعة وصولا للشفاء بإذن الله.
الثالث عشر زكاة المال للأيتام والأرامل والعجزة الزكاة، استمرارا لسلسلة المشاريع التي تنفذها جمعية دار البر في فلسطين، فقد أبت على تنفيذ مشروع زكاة المال للأيتام والأرامل والعجزة، حيث يستفيد منه العديد من أولياء أمور الأيتام غير المكفولين وغيرهم من الأرامل والعجزة، حيث يتم صرف مبالغ مالية لكل حالة لتلبي بعض احتياجاتهم. الرابع عشر سقي الماء، إن وطأة الحاجة للماء لري المزروعات وكذلك الصالح للشرب في الأماكن الفقيرة والمتضررة، دفع جمعية دار البر للبحث عن سبل لتوفير المياه من خلال حفر الآبار وإنشاء محطات للتحلية وتنقية مياه الشرب وتوفير سيارات لنقل المياه لمحتاجيها من الأسر الفقيرة والمزارعين والمؤسسات والهيئات والروضات والمدارس، حيث تم إنشاء وإعادة تأهيل 9 آبار مياه موزعة في مختلف محافظات غزة، بالإضافة إلى مشروع محطات التحلية. وتكمن أهمية تنفيذ مشاريع محطة التحلية وتنقية مياه الشرب لوجود ملوحة عالية في المياه التي تنتجها الآبار، مما استدعى تنفيذ العديد من محطات التحلية الكبرى، وهي عبارة عن محطة متكاملة من بئر وخزان خبير ووحدة تنقية، ويتم ضخها للسكان عبر تمديدات أرضية وسيارة لنقلها للأماكن البعيدة والصغرى، ومن ثم إلى وحدات تنقية صغيرة توزع على المؤسسات الأهلية. الخامس عشر دعم المؤسسات، كان لجمعية دار البر دور فعال وبارز في دعم المؤسسات الحكومية والأهلية لتحسين البيئة الصحية والتعليمية، من ذلك على سبيل المثال مشروع تكييف قسم المختبرات بمجمع ناصر الطبي بخان يونس، وإنشاء مظلة البر بمدرسة شهداء المغازي بمحافظة الوسطى، وقد استفاد من جملة المشاريع المذكورة عشرات الآلاف من الأسر، بالإضافة إلى إعانات المؤسسات والمستشفيات والمدارس في فلسطين بمحافظات القدس والضفة وقطاع غزة على مدى 16 عاما من العطاء بتكلفة تفوق 40 مليون درهم، فجزاكم الله خير الجزاء. يشرفنا الآن ضيوفنا الأفاضل، يتجدد بيننا وبينكم اللقاء احتفاء بمسيرة الخير والعطاء مع كلمة المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ ياسين بن خالد الأسطل الرئيس العام ورئيس مجلس الإدارة، فليتفضل حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه، ثم أرحب بكم أيها الحفل الكريم، أرحب بوفد القدس ومحافظة الضفة الفلسطينية أخينا فضيلة الشيخ مهنا نجم والأستاذ أبو كمال برجس، أهلا وسهلا، أنتم حللتم في قلوبنا قبل أن تحلوا في مدينتنا وفي مدينتكم أيضا. وكما قال أبو عمار رحمه الله، من جنين قراد إلى رفح قراد. فأهلا وسهلا بجنين قراد وبكل أرض فلسطين إن شاء الله، أرض رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتشرفنا غاية الشرف اليوم. ثم أرحب بمعالي الوزير الدكتور عماد الفلوجي، وأرحب بابن عمي وأستاذي الأول رئيس البلدية البشمهندس يحيى الأسطل، فهو أول من علمني الكتابة جزاه الله خيراً، ولا غرابة في ذلك، فهو ابن عمي وابن خالة أبي وعمة أمي، يعني قرابة شبكة ما شاء الله، فجزاه الله خيرا أن شرفنا في حفلنا هذا، فله مني كل التقدير والاحترام. كذلك أرحب بالمصلحين من أهل العلم العلماء ومن الوجهاء والمخاتير، أرحب بهم جميعا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعلى رأسكم وكلكم رأس أبو محمود عنابة حفظكم الله أجمعين، وكل باسمه ولقبه حتى لا
يعني وآخذ بنسيان بعض الإخوان أو الأخوات، ولكن الترحيب الأخص والأشمل بالنوابغ والنابغات من بنينا من أبنائنا وبناتنا، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا، وأهلا وسهلا أيضا بمن كانوا هم السبب في نبوغ هؤلاء النوابغ، ألا وهن أمهاتهم اللاتي قمنا على رعايتهم وعلى تربيتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهن العطاء ولنا أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا في حفلنا هذا، فقد شرفتمونا، زادكم الله شرفا ورفعة وبرا. ثم إنني كلمتي لا تزيد عن ثلاثة أمور. أولا أذكر في هذا المكان، أذكر من كانوا لهم اليد بعد الله سبحانه وتعالى وبفضله دار البر، ومن قاموا على دار البر من أهل المجلس والإدارة والتوجيه والعاملين في دار البر، وبمن ساندوا دار البر من المحسنين من أهل الإمارات، ومن من فتحوا لهم الأبواب من أهل الحكم في الإمارات العربية المتحدة من أيام الشيخ زايد ابن سلطان زايد العرب، الذي يذكرنا بأمجاد العرب القديمة ومروءة المسلمين التي تشملت ليس أهل الإمارات فقط بل والعرب من حولهم والناس أجمعين بغير تمييز، لا من جهة الدين ولا من جهة العرق أو الجنس أو غير ذلك. فالعطاء غير محدود من إمارات البر والعطاء، فجزاهم الله خيرا. ولا يفوتني الذكر إذ أذكر في هذه الكلمة الأولى، أذكر أولي المسؤولية في فلسطين من أيام الراحل رحمه الله الشهيد ياسر عرفات، وإلى أيام الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله، والمسؤولين في غزة الذين فتحوا لنا أبواب العمل على مصراعيها، وجزاهم الله خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام أيام توحيد لله عز وجل واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ووحده تتآلف فيها القلوب وتجتمع فيها الأفئدة وتتراص الصفوف في مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نرجوه ونأمله. وإذ أذكر ثالثا، أذكر وأذكر إخواني وأخواتي القائمين على شؤون هؤلاء الأيتام بما أوجب الله عليهم وعلينا جميعا من حسن الرعاية والتربية والتوجيه، وهذا لأنهم أمانة في أعناقنا، أبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقنا، ولا بد أن نقوم على حفظ هذه الأمانة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى نكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو اليتيم الأول الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فآواه، كما قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، وأمرنا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري وعن غيرهما من الصحابة بإكرام اليتيم وحسن كفالته، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في كهتين في الجنة، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. السبابة والوسطى العلماء يسمونها السباحة، يقولون لأنها تسبح هذه الأصبع، يعني السبابة في اللغة، لكن عند أهل العلم أهل الحديث يقولون السباحة لأنها تستخدم في التسبيح وهي أفضل من السبابة. على كل حال،
قد شرفنا الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأيتام النوابغ في كل الأيتام الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من النابغين والنابغات. فشدوا الهمة وحققوا العزيمة واصبروا في طلب العلم، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجددوا النية وأخلصوا لله سبحانه وتعالى فهو الموفق بإذن الله عز وجل. ثم إذ أذكر ثالثا أو كلمة في الأمر الثالث، يا إخواني نحن الآن في هذا الحفل نحتفل ونجتمع بماذا؟ على سنة من السنن وعلى حكم من أحكام الشريعة وهو كفالة اليتيم. ما أحرانا أن نكون في خارج هذا الحفل كما نحن فيه، متآلفين متوادين متراحمين متباذلين، بذلك وجبت محبة الله لنا إن كنا متباذلين في الله ومتحابين في الله ومتوادين في الله، في الله لا لأجل قرابة ولا لأجل مصلحة ولا لأجل دنيا ولا لأجل جاه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلينا إخواننا الكرام أن نجدد العزيمة ونخلص النية ونصوب العمل ونتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفلنا المبارك، الأبناء هم فلذة أكبادنا وبنات مستقبلنا، جزء لا يتجزأ منا، أوجب الإسلام علينا رعايتهم والإحسان لهم والعطف عليهم ونصحهم وتوجيههم. ومع كلمة الأيتام المكرمين يلقيها الطالب النابغ تقي الدين محمد حماد يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الجواد الكريم الرؤوف بالعباد، من علينا بنعم لا يحصى لها تعداد، وأسر لنا من فضله وجوده حتى عم الرخاء الحاضر والباد. أحمده وأشكره ولئن شكر زاد، وأشهد أن لا إله إلا هو الكريم الجواد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الشاكرين على النعم وأعظمهم صبرًا على البلايا والأحزان والنقم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما. أما بعد، دار البر يا أهل الخير والجود والعطاء، إمارات العز أصحاب الأيادي البيضاء، صاحب الفضيلة الوالد الشيخ ياسين بن خالد الأسطل حفظه الله تعالى، مشائخنا الفضلاء، آباءنا الأجلاء، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنحن اليوم على متن سفينة العلم وقد رست هذا المساء ليترجل ركابها عن متنها بعد رحلة طويلة قد مضت. كانت سفينتنا في البحر ماخرة تسابق أمواجه، واجهتها الرياح رخاء حيث نصيب، وهي تجري بنا في همم كالجبال. مضى لرحلتها أعوام فأعوام والركب آمنون، فالحمد لله رب العالمين. أيها الحفل الكريم، ما أجمل اللقاء مع أهل الود والصفاء، ونحن اليوم نجتمع في هذه المناسبة المباركة أبث إليكم برسائل قلبية صادقة أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الأيتام النوابغ. أما الرسالة الأولى فأسمى آيات الشكر والتقدير نقدمها لجمعية دار البر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على ما أولتنا نحن الأيتام من عناية ورعاية واهتمام، فجزاهم الله خيرا. وما الرسالة الثانية فلزملاء الطلاب، هذه الرسالة أبارك فيها النابغ على اجتهاده وأسأل الله ألا يضيع سعيه وجهده، فقد ثنى سهر الليالي واحتمل النصب وجد واجتهد ورام ذرى المجد فصعد، فما أسعده بهذا الشرف النبيل. إخواني وأخواتي، عليكم بالعلم
جدوا واجتهدوا وثابروا واصبروا وعلى الله توكلوا، تعاهدوا كتاب الله تعالى، عليكم بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسير عليهما بتوسط واعتدال كما كان عليه سلف الأمة الأخيار، عليكم بأخلاق العلماء وكرم الكرماء، وإياكم وسوء الأخلاق وبخل البخلاء. أما الرسالة الثالثة فلآبائي ومشايخي في المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الذين كانوا لنا حقل للرعاية ومحفلا من محافل الاهتمام والعناية ودرعا واقيا من الأفكار الهدامة، فجزى الله القائمين عليه خيرا. وأما المعلم الذي علمنا فمعذرة مسبقة لمقامه الكريم، فلسنا نوفيه حقه ولو جهدنا، فلم يأل جهدا في تعليمنا وتوجيهنا وتربيتنا، فتارة يشجعنا وتارة يعاتبنا وتارة ينصحنا، وهو في كل ذلك يحمل الحب لنا ويرقب الأمل المشرق فينا. سأذكرك دوما ولن أنساك أبدا ما دام البقاء، وأقول لك جزاك الله خير الجزاء. وفي الختام يطيب لنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الضيوف الكرام، فحضوركم دعم وتشريف لنا، شكر خاص لمن ساهم في إنجاح هذا الحفل المبارك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ضيوفنا الأفاضل، نترككم الآن مع كلمة بلدية خان يونس والمهندس يحيى الأسطل رئيس بلدية خان يونس، فليتفضل. أتقدم الشكر الجزيل لإخواننا في دار البر وعلى رأسهم فضيلة الشيخ خلفان خليفة المزروعي الذي تقدم لنا بالدعم المادي والمعنوي، حتى شعرنا أننا لسنا وحدنا في الميدان، لنا عمق عربي إسلامي، حضارة طويلة مستمرة، هذه الحضارة التي نرجو أن تعود للسيادة ثانية، وهم عون على ذلك. أشكر إخواننا وزوارنا وضيوف مدينة خان يونس، الأخ الأستاذ الفاضل نجم والأخ برجس والوزير السابق عماد الفلوجي، فمرحبا بهم، أهلا وسهلا بكل المشايخ. لكني أبعث بآيات الشكر إلى من سهروا على تربية أبنائنا، وهن أخواتنا الأرامل الذين ربوا هذا الجيل. أساسيات ديننا أن يكون كل إنسان صالح في هذا المجتمع، هن تركنا الزواج وذهبنا لتربية هذا الجيل يكون صالحا، فكانت هؤلاء الأبناء وهذه البنات من النشأ الطيب الذي سنفتخر به إن شاء الله، وسيكون قيادة أمتنا في المستقبل. أعتقد أن تحرير القدس سيكون لهم نصيب من ثوابه. على كل حال، بلدية خان يونس هي بلدية جميع المواطنين، نتعاون مع الجميع من أجل رفعة أبناء خان يونس، نتعاون من أجل تقديم خدمة أفضل لكل أبنائنا في جميع المجالات بغض النظر عن توجهاتهم أو مكانهم الجغرافي أو ثقافتهم أو نسبهم أو حسبهم. بارك الله فيكم جميعا، أكرر شكر لإخواننا في الإمارات العربية المتحدة وفي كل مكان، كل إخوان الذين يقومون بدعم الشعب الفلسطيني بالكلمة الطيبة وبالموقف الطيب وبالموقف السياسي بالموقف الإعلامي بالدعم المعنوي بالدعاء بكل أنواع الدعم، فبارك الله فيهم وجزاهم خيرا، وبارك الله في من كل سعى بخير لنصرة هذا الشعب ورفعته، جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثلاث سنين يا حبي قد فاتت منذ استشهادك، أشتاق إليك يحيرني ما أفعل لأبلل شوقي، أتأمل صورتك الحلوة أحضنها أعصرها، أبكي وأنادي في ليلي أبتي، إن أتألم أصرخ أبتي، أكتب أبتي أن أفرح أو أضحك أبتي، ما جفت أبتي في حلقي حتى صارت كلمة أبتي ملكا لي، لا بل من حقي. أشتاق إليك وهل تدري ما أفعل لأراك أمامي، أذهب لفراشي مسرعة
لتكون معي في أحلامي. أجلس في حضنك أحيانا وأحس حنانك يغمرني، ويديك تداعب لي شعري، وأغفو لفراشي تحملني وتعانقني وتلاعبني وتغني لي يلا تنامي. أمي أمي تغمرني بحنان وبحب كالشجرة تكبر، ملأ الدنيا عزما تصميما لا يكسر، تشعرني أنك موجود معنا وكأنك لم تهجر. إن هاج الشوق لرؤيتك هي من علمني أن أصبر. لا يوجد أم في الدنيا يمكنها أن تعطي أكثر. والآن وداعا لا ننسى، سأراك الليلة في حلمي كي نطفئ شمعة ميلادك. سأنام بحضنك يمن لي وبكفك داعب لي شعري. أرجوك أبي لا تتأخر، أرجوك أبي لا تتأخر، أرجوك أبي لا تتأخر. أيها الحضور، ومع أن الإسلام توحيد وعبادة وصلاة وصوم وذكر وحج، ونحن بحاجة إلى الضحك واللعب والترويح، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ومع فقرة الطرائف الفلسطينية بشيء من الأدب الشعبي، والأستاذ يوسف بن علي العدات فليتفضل. بالمناسبة إخوتي، الأستاذ يوسف مدرس لغة إنجليزية، فلا أدري يعني هل سيحدثنا هذه الفقرة بالإنجليزية أم ماذا؟ السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة في هذا الاجتماع المبارك، والذي أسأل الله أن يجمعنا على الخير والطاعة. وأول ما أبدأ إلا بالصلاة على النبي المختار سيد ولد عدنان. وكان صلى الله عليه وسلم يشجع حسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس، اهجم أو قال هاجم وجبريل معك، في قوله الشعر. فأقول وأول ما أقول: الله يمسيك بالخير، واحنا تونا جينا وننزه القلب نروح لأهالينا، سلامات يلي زمان القلب ما شافك، مشتاق لشوفك ومريض خرافك، يا مرحب بيكو لما جيت الله يحييكو، لحمس البن فطاس وقهويكو، عاليوم لنا الشي بيعاود شباب زي كان، ونبيض الحيط ونشيد كروم الخان. وهذه أبيات في عشر حاجات في كلمات. وكلنا نطلب من الله دائما، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون الشيء من الله حتى في الشسع: يا رب أنا طالبك عشر حاجات، ما بينهن يا رب تكتب نصيبي. الأول: يا رب بيت كبير وفيها الفي محتار، يتواصفن هناك تاتا السبيبي. والثاني: حورية طبعها كار، لنحست بطراش تسرع تجيبي. والثالث: مهر تلحق الخيل بهجار، وبندقية فالكف نفرق بيهن السبيبي. والرابع: يا رب يا مؤمنين الدهر غدار، سبد يا مؤمنين الدهر يميلي. والخامس: يا رب تجعل غنمنا كثار وسمان، نطلع شحمهن على المناسف غصيبي. والسادس: يا رب ستر الولاية من العار، من خوف هرج السفاف المجالس يصيبي. والسابع: يا رب ترزقنا بحمر البكار، ونفاول الطراش منهن حليبي. والثامن: يا رب تجعل عزو تفود وكثار، نعدل بهم لو مال حق الطنيبي.
والتاسع يا رب جيرنا من النار يوم ناكر ونكير يا رب انت حسيبي، والعاشر يا رب لابو ابراهيم زوار حشتن يا رب ونشاهد حبيبي. وهذه وصايا طيبة وجميلة لأب لابنه بيقول: سميت بسم الله أول كلام يا رب كريم محيي العظام بكفنها، صليت على المختار راع الشفاعة يشفع لنا بيوم ثقيل وزنها، من عقب هييت أم القوافي أبيات تطرد كل فاد دجنها، كتبت للي حل رموزي مضمون في كلمات غالي ثمنها، صبيت فكر علام بحوال الدهر اللي خبز جور الليالي وعجنها، ولمسندي ورجواي عندي نصيحة ونصيحتي تشيل العلل من بدنها، لنور عيني خطات الجمل عسلنا ياخذ بيها ولا يركنها، يا أبوي اسمعني وفضي لي بالك واقرأ الوصايا اللي ضميري خزنها، كم من وصيت اللي تنور طريقك تحميك وتحمي كاهلك من وهنها، ولا بد انك تتعظ من كلامي سود الفعايل مثلنا ما شبنها، من دورها ان حافظين الكرامة وجدك وابوك من قبل منك زبنها، اول وصاتي اتق الله وحده بايع التقوى شبه عابد وثنها، وثاني وصاتي طاعة الوالدين طاعة أب وأم شربت من لبنها، وثالث وصاتي زين النفس بالحلم بالحلم تسوى طول ما انت بزمنها، ورابع وصاتي حاسب على نفسك وجود عنانها إياك ترميك النفس في شجنها، وخامس وصاتي أوصيك جار الردى تحفظ حقوقه وابتعد عن جار العداوة كمنها، وسادس وصاتي شرع أبواب بيتك وخلك بشوش الوجه للي لفنها، وصابع وصاتي صون دارك يا ولد والدار بتعمر بنفس من سكنها، وثامن وصاتي عز ضيفك يا فتى واللي طبختك عدل هيلها وبنها، وقلط لها الميسور من فضل ربك هذه مهاجة عز من هو قرنها، وتاسع وصاتي هلي بالقاصدين وزيد الرحب على حسب ما يعهدنها، وعاشر وصاتي صون الأمانة محمود بين الناس اللي يصنها، واكثر وصاتي صون عرض الحراير والشارد ضباع الخلاين هشنها. هذا زجل فلسطيني بيقول: بلادي اللي ربينا فيها وعشنا فيه شعبي بروحه يفديه أرض المعادي، فلسطين بتنادي يهلنا اصحوا تنسوا ماضينا وأرض الإجدادي، شعبي بيسعى للتحرير فواج فواب أرض الإسرة والمعراج أرض الجهادي، فلسطين ما بننساكي ما أغلاكي بإذن الله يزول أعداك ويحلى الإنشادي، أرض الزيت وأرض الزعتر وأرض المحشر حتما للشهد نثر منها الأوغادي، نفخر نحمل هوية فلسطينية احنا ونور الحرية على معادي، أرضي باركها المولى وبارك حوله شعبنا فيه أول الرسل شهادي، يا صهيوني لا تحمى لا تحلم انك تسلم من غضبة شعب تألم من الاضطهادي، الخلاف ذل وهوان وعيب وعار الوحدة فيها المناعة والسدادي، يا شعب الوحدة سبيل الانتصار تجاوز الخلاف على الله الاعتمادي. سلامتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليلة جمعت أعلام أمتنا طاب اللقاء فطاب الخير والظفر. ضيوفنا الأفاضل، نترككم الآن مع كلمات النيرات للشيخ الفاضل الضيف العزيز إمهنا بن نعيم نجم مندوب المجلس العلمي للدعوة السلفية بمحافظات القدس والضفة بفلسطين، شكر الله له حضوره الذي وصلنا قبل دقائق، فليتفضل مشكوراً. لا أريد الحواجز، الله يجزاك الخير. خلينا هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولأنها خمس دقائق كما قال لن أجعلها كذلك، ولأني أولا أحبكم في الله، فأسأل الله عز وجل الذي
أملأ الفرح قلبي في هذه اللحظات أملأه في قلوبكم إن شاء الله، قولوا أمين. ثم والله أنا وأخي أحمد برجس من 30 ساعة لم ننم، هو بجوز نام بالسيارة يعني مناش نبالغ فيها، لكن أنا لم ترمش لي عين، والتعب والإرهاق الذي أصابنا من جنين والقدس ورام الله حتى وصلنا وشفنا ولاحظنا والتقينا في هذه الوجوه الطيبة النظرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها على سرر متقابلين يوم القيامة، ذهبت هذا التعب هباء منثورة. وأما الثانية لن نقول أن للإمارات بصمة، بل هي بصمات ولن نحصيها ولن نعدها، فهي لم تقف فقط مع فلسطين بل وقفت مع الإسلام كله والعرب كلهم والعالم أجمع، وخاصة فلسطين وخاصة غزة ومحافظات غزة، فلدار البر شكرهم على برهم، ولن نترقب أن يوفوا بوعدهم كما قال الشيخ محمد، بل هم بروا في وعودهم وبروا في قسمهم فجزاهم الله خيرا. والثالثة، عملت في المجلس من 2002 ولم أشاهد الوجوه الطيبة التي كانت تحادثني على الهاتف إلا مرتين، المرة الأولى العام في رمضان في الحرم، فما أجمل تلك النسائم في جوار الكعبة، وما أجمل تلك البشائر التي غمرت القلوب. والثانية الآن، فوالله لأني مسرور كما دمعت عيني من قصيدة الأخت. تعلمت في المجلس أيها الأحبة أن لليتيم على كل مسلم يعيش فقيرا أم غنيا الحق، والله أن كل يتيم له على كل واحد منكم ومنهم ومنهن حق، سواء كان ماديا أو اجتماعيا أو نفسيا أو شعوريا. فوالله يا بكت عيني حينما قالت لي بنتي بابا خايف وانت راجع من غزة يأخذك الجيش، فقلت لها كيف تخشين أباك أن يذهب أمام عينيك وهو موجود وصوره ومحادثاته والجوال، وهذه كيف تتذكر أباها وأين تجده؟ أبشرك في الجنة. فأسأل الله عز وجل أن تكوني أنت والسامعين أجمع في الجنة. وأما الأخيرة لكي أختمها بالدقائق الخامسة، فأنا وقفت أمامكم أتكلم باسم ضيوفنا ولست بخيركم البتة، فمنكم العلماء والأجلاء والكريمات الأصيلات، فأنا أقلكن سنا وأقلكم علما وقدرة، فأنا مسرور وأرفض وأريد من أخي محمد نبهين أن يعدل الكلمة، أرفض أن يقول تكلم باسم كلمة الضيوف، فأنا لست ضيفا، فإن أردتم أن أكون ضيفا سأرجع الآن. أنا من أهل البيت، أنا والله قاعد اليوم من أهل البيت، جزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيكم. والآن مع فقرة التكريم يتقدم فضيلة الشيخ ياسين بن خالد الأسطل إن شاء الله، وفضيلة الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد، والمهندس يحيى الأسطل رئيس بلدية خان يونس، ووزير الاتصالات الدكتور عماد الفالوجي، وفضيلة الشيخ محمد لافي، وشيخنا الفاضل مهنا ابن نعيم نجم لتكريم الأيتام. فها هم ارتقوا ليكرموا من رفع الله مكانتهم وأعلى شأنهم من أبنائهم النوابغ في هذا الحفل والأمهات المثاليات. نبدأ بالثلاثة الأوائل على المراحل ليستلموا شهادة الشكر والتقدير وهدية جهاز لابتوب محمول إن شاء الله. حنا تخرجنا بعد فضل ربي، يلا سوا مع بعضنا نفرح الحين.
بعد التعب والجهد والهم والدرس درس ما هو يومين إلا من سنين. نبدأ الآن إن شاء الله بالثلاثة الأوائل على المراحل ليستلموا شهادة الشكر والتقدير وجهاز حاسوب لابتوب محمول إن شاء الله. الأول على المرحلة الثانوية الطالب تقي الدين محمد حماد يونس من الصف العاشر. قولوا آمين والله يوفقنا بعد قولوا آمين. درس ما هو يومين إلا من سنين. الأولى على المرحلة الإعدادية الطالبة نورة عادل خضر عياد من الصف الثامن. يستلمها إن شاء الله مدير دائرة المشاريع بالمجلس العلمي لأنها قد اعتذرت عن حضورها الأستاذ الفاضل أحمد حسين حمد. الأولى على المرحلة الابتدائية الطالبة منال بسام سعيد رزق من الصف السادس. دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. زرانا في رياض العلم أزمانا أحيينا وحان قطاف ما زرعت. نبدأ بتكريم الطلاب إن شاء الله. الصف الأول الابتدائي الطالبة فاطمة الزهراء كمال عبد الفتاح يحيى. ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا. الطالبة نعمة إبراهيم شحدة طافش. تقلدنا وساما بات يرقى في معالينا سنذكر ماضيا. الطالب عبد الحميد علاء عبد الحميد أبو حسين. ونذكر أننا قلب وسلوتنا تلاقينا ونذكر أننا ورد زهور في. الطالب خضر خضر محمد الحصري. دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا. من الصف الثاني تخرجنا تخرجنا. الطالبة جنى عمر عبد الله أبو ستة. ويبلغنا مرامينا. الطالبة مريم غسان محمد العلول. يا باحثا عن خير صاحب في الحياة. أما الصف الثالث الابتدائي الطالبة شهد محمد حماد يونس. درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب دعاء. درب المعالي درب. الطالبة آمنة جهاد سليم مطر. دربا سواه فدربهم درب دعاء. تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين. الطالب زكريا أحمد نصر الكفارنة. وتمسكوا بكتابهم وبأيه عملوا. أما الصف الرابع الطالبة أسماء أسامة أحمد الرنتيسي. وتمسكوا بكتابهم وبأيه عملوا به دوما. الطالب مؤيد جمال سعد العثامنة. يحلو ويزداد اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر. الطالب أحمد محمد زغبر. أما الصف الخامس الطالبة آية باسم أحمد الغول. يزدان اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء قبال من عاش. الطالبة جنات طارق صبح أبو الحسين. كرام لا يملون العطاء. صحب كرام لا يملون العطاء. الطالبة هديل عز الدين سالم أبو حجير. الصف السادس الطالب وسيم حمدي يوسف الفرام. درب
الطالبة هدى جمال موسى أبو نمر. أما الصف السابع الطالبة بشرى محمد أنور حمو. لبسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم لنا مكانا. والطالبة المتميزة ملاك محمد حماد يونس. وما عرفت خطى المجد الهوان. لبسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم. الطالبة أسماء خالد محمود عبد العال. لبسناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوان. أما الصف الثامن الطالبة غدير حسن خليل زعرب. والطالب خالد ماهر يحيى عوض. وسرنا في مسار الشمس شمسا. والطالب محمود يوسف عبد الحافظ طولان من الصف التاسع. وبوأنا النجوم لنا مكانا. ألفناها دروبا للمعالي. والطالب ريماز إبراهيم محمد أبو دان. تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل فسلها عن. والطالب نور فتحي يوسف حجاج. في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا كأن الصافلات الغر تعدو. والطالب من الصف العاشر أحمد عزمي محمود العمصي يستلمه أيضا الأستاذ أحمد حسين حمد لأنه اعتذر عن الحضور. الطالبة ربا محمود جمعة حسان. ومشكاتا تنير لنا المكانة فرسمنا هدى المختار نهجا. أما الصف الحادي عشر الطالب حسام أكرم محمد فروانة. وإن تسأل فسلها عن خطانا. والطالب ابتسام معين سعيد أبو اللبن. الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا. لبسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم لنا مكانا. أما الصف الثاني عشر الطالبة إيمان أحمد عطية موسى. وما عرفت خطى المجد الهوانا. تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل. والطالب من محافظة رام الله والبيرة الطالب إبراهيم العبد حمد عبد قاسم واعتذر عن الحضور ويستلمها الأستاذ الفاضل أحمد برجس مندوب المجلس العلمي بمحافظة رام الله والبيرة. خسرت رهانا شباب ما عرفنا الصعب صعب ولم تقصر عن المجد منانا. شباب صاغه القرآن نورا. والطالبة الأخيرة فدوى محمد كامل الأشعل. على طار الفرح نحكي. بارك الله فيكم. تفضل نبدا ان شاء الله مع الامهات الايتام امهات المثاليات للايتام. الام المثاليه ميسر يوسف احمد يونس وتستلمها بنتها عنها ان شاء الله. فشكرا للامهات المتميزات على اولادهم. والام المتميزه ايضا امل غيث محمد طافش. قصص وايام عشناها تعبها. والام المتميزه نهلة اسماعيل خليل رزق. اليوم ذكراها سنين وكانها يوم. والام الفاضله سوزان هاني اسماعيل العثامنه. تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم. والام الفاضله ايمان عبد الله غنين. وكانها يومين على طار. شكرا لكم. تفضلوا. على طاري راح نحكي حكاية حفلنا الليلة. حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلة. معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فنة. تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فن. تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق. أيها الكرام في ختام هذا الحفل يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للراعي الرسمي لهذا الحفل المبارك جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة لما بذلوه من جهد على إتمام هذا الحفل. فنسأل الله تعالى أن يبارك لهم
في أموالهم وأوقاتهم وأهليهم، إنه جواد كريم. والشكر موصول لكم أنتم أيها الحضور، ونتوجه بالشكر الجزيل أيضاً للراعي الإعلامي لهذا الحفل، الوكالة الوطنية للإعلام، ونشكر أيضاً قناة هنا القدس لبثها الفضائي لهذا الحفل، ونشكر أيضاً الإخوة الكرام شركة ميوزيكا للديكور والصوتيات والزهور، ونشكر جميع الإخوة الإعلاميين. كما لا ننسى أن نشكر السيد المهندس رئيس بلدية خان يونس المهندس يحيى الأسطل على حضوره الكريم. كما لا ننسى أيضا أن نشكر كل من بذل وأعان في نجاح هذا الحفل من الإخوة الإداريين، فنسأل الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة والنية الصالحة والنية الخالصة. أيها الحضور الكرام، ندعوكم أيها الإخوة والأخوات في الله للضيافة عند المخرج، وها هو وقت الوداع قد حان، وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب وعلى الأفراح نجتمع، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.